نحكم ميم طون اليوم ماتش في شامبيونا اللي ما عادش عندنا الحق نخسروا فيها برشا نقاط، لقيتوا روحكم حاضرين بسيكولوجيكمون؟ بيان سور بعد ماتش كبير معناها باش نقولوا يمكن خفنا شويه من ريلاشمون، مي حكينا مع بعضنا الاولاد الكل قلنا معناها كان اليوم ما نجيبوش الانتصار معناها باش تعداو يمكن بيريود صعبة شوية قبل الفينال. الحمد لله اليوم ربحنا باش نخدموا في جو باهي ونحضروا الفينال نتاعنا. صحيح لكن الأذهان في الفينال كما رينا الأذهان في الفينال. والله بيان سور سي 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 ما معناها ما تنجمش معناها ما تخممش في فينال شامبيونز ليغ. مي بار كونتر معناها كنا حاضرين والمهم ان جبنا 3 بوان تاعنا معناها ما خاطر ما عادش عندنا الحق باش نضيعوا اكثر بوانات في الشامبيونا. ماتش سعيد استنى فيكم نهار الجمعه، كيفاش تحضروا له؟ كيف محضرين له؟ شنو هي مفاتيح المباراه نهار الجمعه؟ والله مفاتيح المباراه ان نكونوا بنفس ليتا ديسبري معناها اللي لعبنا فيها اللي لعبنا بها في الانكار فينال في الدومي فينال، ان نكونوا بنفس ليتا ديسبري هذيك وبحوله معناها كي نكونوا في نهارنا ما خوفنا حتى حد. دليش نايج ينجم يماركي كي ماركا في الانكار في الدومي. بيان سور بيان سور اي واحد من الجوار الكل معناها ينجم يماركي، حتى تهبط واحد من الجمهور يمكن ينجم يماركي في ماتش فينال، معناها الناس كل باش نكونوا قلب واحد روح واحده كهو، لازم معناها نتجندوا العباد الكل باش نكونوا حاضرين كوم الفو لجورجي في الماتش اللي في الميتون الاولي هو في مصر والميتون الثاني اللي في رادس. ان شاء الله نعاودوا للسيناريو نتاع دومي فينال وان شاء الله الشامبيونز ليغ تروح لباب سيوخ ان شاء الله.